ارتكزت سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح في مدينة تعز على محورين أساسيين، الأول الاستخدام المفرط للقوة العسكرية، ومارست من خلاله سياسة الترهيب والقمع المباشر، فيما تمثل المحور الثاني بإغلاق المنافذ الرئيسية للمدينة، ومارست من خلاله سياسة الحصار والتجويع الذي لا زالت تمارسه حتى الآن. تفاصيل أحداث مرور ميليشيا صالح والحوثي في مناطق وأحياء مدينة تعز كثيرة ومتشعبة، أغلبها تجعل المرأة يتوقف ويغوص في حجم الانتهاكات الإنسانية والأعمال التخريبية التي مارستها بحق السكان وممتلكاتهم بشكل أعمق وسبر أغوارها بطريقة أدق. ولعل منطقة بير باشا التي استدعتنا للتوقف مجددا أكبر الشواهد الحية للصلف الميليشياوي الذي طال السكان في عمق المدينة لمدة 11 شهرا امتدت من منتصف إبريل 2015 وحتى منتصف مارس 2016. من تبقى كان في المنطقة من شاب ليس معهم، تمام، حتى وإن كان ليس ضدهم يحمل السلاح إلا أنه تحت المجهر بأنه هذا عدو لهم إذا لم يقاتل معهم، فكان يقتادون إلى السجون والمخفية، لا يعلم أحد أهله ولا أسرته يدروا عنه أي شيء. كانوا الحواثي يشطون لنا الدقيق، يبعثوا بالدقيق بالأرض، يعني ما يخلون إحنا ندخل لداخل المدينة اللي معه أهل بالمدينة، حاصروا إحنا الدحي هناك، يشيل يجيب السكاكين ويشط الدقيق عشان ما نوصلوش. في حرمة كانت شي تخرج بالقوة الشا قالت وهو وبعدها ضربها بالآلي وهي لطمة قتله بالمعبر هذاك بعد ما قتل الحرمة، هذا افتقعنا ورجعنا ما عقلناش عاد نخرج المكان هذاك بعد ما قتل الحرمة. فهجروا كل من في الحارة سواء كان معنا أو غير معنا من المنازل، وبدوا بدخول منزل والدين ومنزلي، كانوا يريدون أن يفجروا، فوجدوا المنزل صغير لا يستحق التفجير يعني غرفتنا وكذا، فاضطروا بأن يجعلون مركز للطباخ ومنزل والدي جعلون مطبخ لهم. الحدث الأبرز الذي قدمت عليه ميليشيا الإنقلاب طوال مدة سيطرتها على منطقة بير باشا تمثل بإغلاق كافة المنافذ ومراكز التسوق في المدينة، وجعلت منها المركز الرئيسي للتسوق، والقادم إليها لابد أن يمر عبر سلسلة من الحواجز والممرات ونقاط التحكم والسيطرة التي أفرغت من خلالها كل طاقتها السلبية والانتقامية بحق العابرين من خلالها. الأهم من ذلك أنها أوجدت لها موردا اقتصاديا إضافيا ساهم بشكل مباشر في إطالة أمد بقائها من جهة، ورفض جبهتها القتالية بالنقد الكافي من جهة أخرى. كانوا يقومون بتجارة بالاسطوانات الغاز وذلك بيعها بالطرق العشوائية التي كانوا يريدونها لجين كثير من المال، وكذلك مادة البترول والديزل والذي كانوا يستخدموها كعائدات ورافدات لهم لدعم الجبهات التابعة لهم. فجعلوا هذا المنفذ طريقة لدخول البضائع وخروجها إلى داخل المدينة، فكان التجار بطبيعتهم أنه يصبوا تجارتهم بالمنطقة هذه من أجل تسرب تتهرب إلى داخل المدينة. يبتزوا الناس أصحاب البقالات أصحاب المحلات يبتزاز كانوا
يجي له المغرب فتفعلوا الامان، اشتري 100,000 اشتري 150,000 اشتري 300 اشتري 5، كل واحد حسب البقاله يجي يشيل منه 200، قطاع الغيار يجي يشيل منه 300 400 500، واذا ما قالوش رجع اخر الليل رماله داخل المحل خزق له كم من قطعه وكم من بضاعه يهدره. صاحب المحل مضطر انه يدي له مبلغ هذا، لا يحرقوا محله لا يبهذلوه. لم تقف معاناة سكان منطقة بئر باشا عند حدود الممارسات والانتهاكات، بل توسعت بشكل أكبر حين تكرر أخطاء طيران التحالف العربي واستهدفت الأحياء المزدحمة بالسكان، ليغدو الوجع هنا مضاعفا، لا سيما بعد أن حصدت تلك الضربات الخاطئة أرواح الكثير من النساء والأطفال وألحقت دمارا واسعا في منازلهم وممتلكاتهم. أخطاء الطيران في تعز عدة مرات، عندما كان المعبر في أسفل حارة الدحي وكانت المقاومة في الأعلى، إلى أن الطيران أخطأ كذلك وضرب المقاومة، والطيران أخطأ كذلك في ضرب في عند مدرسة الرشاد، حيث أن الحوثيين أبلغوا المساجين وأبلغوا المجاورين في تلك الساعة والدقيقة بالخروج سريع، كون الطيران سيضرب. كذلك الطيران أخطأ في المدرسة التي جوار فرزة الحديدة، كانوا الحوثيين متواجدون فيها لعدة أشهر، ولكن في تلك اليوم يوم الجمعة لم يكونوا موجودين، ولكنهم هربوا وقالوا أن الطيران سيضرب، وفوجئنا كذلك بضرب الطيران لذلك المنزل بيت مواطنين. الطيران طبعا قد غلط بكم من مرة، بدت هذه طيران الإمارات استهدف كم من منزل، هي خذلتنا الإمارات. يعني تعرف أنه هنا في ناس ساكنين، في سكان، في كذا، مفروض ما تضربش لأنه تأثر على السكان والبيوت المتجاورة. هاشم أحد الشواهد الحية على أخطاء ضربات التحالف الجوية التي خطفت منه روح شريكة حياته واثنين من أولاده، وهم يلملمون أغراض الرحيل بعيدا بحثا عن موطئ قدم يؤمنون فيه أرواحهم. رحل جميعهم وتركوه يقاسي ويلات الرحيل الأبدي بتفاصيل مؤلمة. احنا قد كنا خرجنا، رفعنا قبل الضربة بخمس أيام، خرجنا بس الثياب والسامان كانوا داخل، رجع الأم واثنين من العرش جيبوا السامان. الضربة قام من هنا من الاتجاه، دخلنا من درج الأبواب داخل الشقة راسا وقاش فوق. الضربة الثانية يوم العيد بالليل، يوم العيد بالليل ضربوا السقف. هي دخلت البيت حقها وأنا رايحة السوق، ما نسمع إلا الضرب الطائرة، وبعد الحاصروا إحنا بعد ضرب الطيران رصاص، ما خلوا إحنا نرجع كذا ولا كذا الحوثات، ما خلوا إحنا نعبر لمنازلنا ولا ذا، قسينا مشرد يمكن حوالي الساعة 3 العصر. كانوا رجعون إحنا نطلع، هم رجعونا نطلع، حقي شوف البنت ولا من قد يداهم وصار مقطعين كل جزء لحاله، الرجل اليد الراس البيق، ما تلقيتهم 3 أيام لقيتهم. لا تدري إذا من هذا ملفوف كلهم مع بعض كوم لحم، العيد وبهون عيد يوم الوقف حق العيد، الناس يوقفوا بكباش يوقفوا بأثوار وهذا يوقفوا بأوادين، هاي ضحية الطيران. بين بقايا جدران مدمرة وأمتعة بيت بكل تفاصيلها تحت الركام المدفونة، لا زال هاشم يعيش وجع تلك الحادثة المؤلمة، وبالرغم من تقادم حدوثها لم يستطع لملمة تبعاتها، والشاهد على ذلك أن كل تفاصيل الدمار والخراب باقية حتى اللحظة. كل داخل، أوراق العفريت، أوراق القاطرة، هذا البيت كامل داخل، البيت زي ما هي، هذا بيت مع أطفالي مطروح،
ذيب العجنة شلوها نص ما فيش ما عاد تبيعناش. لكن ما تبيعناش الحرمة وعيالي عشان يتبع عثاف. لا ما هذا عثاف. هذاك الضغط. هذاك الفور مايك الثلاجة هذيك الشنطة هذا حق الموقيت. هذا حق المجلس. كله كذا. لحد الآن ولا حد ظهر ولا قال لك إيش فيه إيش ما فيش بس زي ما هي بأثاثي بقوالي بتخرب ترجع فاضي عبقش ولا حد ربنا كما خلقتنا هاي سبيت مع قوالي إيه فاضي بحق عمدان إيش عمل لهم وانت تقول حسب الله نعملوا فيه الضربة اللي برباشة كلها إلا بيوت مواطنين ما في شيء تأثير للحوثي داخله هو مشروع تعامل معهم ما هو ذا الحين هم يساعدوا الحوثي ما أثروش للآن الحين دول الحوثي يحشد قالوا في الحوبة ليش ما ضربوش الحشد حقه لو هم يشتوا الحوثي هم ما يشتوش الحوثي يعمل 10 ضربات للمقاومة وضربة الحوثي 10 ضربات للمقاومة وضربة للحوثي هذا مشروعهم منعطف آخر من سلسلة منعطفات الحرب الميليشياوية دخلته منطقة بئر باشا بعدما أجبرت على الاندحار منها تمثل بتصعيد حدة الانتقام وتبنت عملية قصف عشوائي على الأحياء السكنية طالت منازل المواطنين والمحال التجارية والمرافق الخدمية مستخدمة مختلف الأسلحة والآليات العسكرية التي نصبت على التلال والمرتفعات المتاخمة على حدودها كانوا يمطرون تعز وخاصة منطقة برباشا والمطار القديم ونادي الصقر وذلك من مفرق شرعاب ومنطقة الستين حيث كانوا يرسلون القذائف الهاونات وقذائف المدفعية فأصابت العديد من الناس وأصابت المارة الماشين وأصابت البيوت والمنازل وكذلك من كانوا ساكنين فيها وجودهم مضررين وبخروجهم مكان إحنا مضررين من القذائف حقهم ما تقدر شرقات أنت تكون في أمان تكون رائد في أمان تدري وقال حق وظيفة بالبيت الفلاني بالدكان الفلاني بالشارع بالذا يعني بأي مكان شقدروا به من دون حدد لا في من يعني موقع عسكري شرموا عليه كل منازل كل المنازل فوق السكان والأطفال فكانت هناك فازع مقوية على المنطقة بأنه أمطروا بقذائف على الأحياء دون يعني مراعاة أنه مواطن أو طفل أو مكان عسكري الدمار وصل إلى كل بيت إلى كل منزل إلى كل دكان إلى كل متجر إلى الآن في حالنا هذا في يومنا هذا والقذائف تمطر على مدينة تعز ما فيش أي مشروع عنده إلا يستحل دماء المسلمين بس باسم الموت لأمريكا الموت لإسرائيل والقتلى كلهم يمنيين من الحين قد كان أمريكا وإسرائيل داخل تعز كنا عايشين نحن وهم قبل الأحداث هذه نحن وهم هم مننا ونحن منهم فجأة ظهرت الموت الأمريكي الموت الإسرائيلي والمقتول اليمني خلال الأعوام الثلاثة 2016 و2017 و2018 صبت ميليشيا الانقلاب جام غضبها على منطقة بير باشا وكثفت من مقذوفاتها النارية التي كانت ترسلها بشكل عشوائي حصدت أرواح الكثيرين من الأبرياء بمجازر جماعية كانت الأولى في 5 من شهر يونيو 2016 حين سقطت قذيفة قتل على إثرها 10 أشخاص وأصيب 17 آخرين
تلتها في 22 من نفس الشهر مجزرة أخرى راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم 3 نساء. في 4 من شهر أكتوبر من نفس العام 2016 أقدمت على مجزرة أخرى حصدت 17 مدنيا وعددا من الجرحى. تلا ذلك عمليات قصف أخرى في 5 ديسمبر في العام ذاته أصابت 9 مدنيين. وفي 27 من أغسطس 2017 ارتكبت الميليشيا مجزرة أخرى قتلت فيها 4 مدنيين 3 منهم أطفال لتتكرر العملية بمجزرة أخرى في 2 نوفمبر من نفس العام قتل فيها 7 أطفال 5 منهم من عائلة واحدة وأصيب الكثيرون. وختمت مجازرها يوم 21 مايو 2018 بمجزرة خلفت عددا من القتلى والجرحى. كيف الإنسان يكون شعورك يعني الطفل يلعب بالشارع إيش ذنبه؟ لما تيجي له قضيفة تقطعه. إيش ذنب الأطفال؟ لا في مكان يعني يستهدفوا له. لا هو موقع عسكري. كله سكان. لا فيش أي موقع عسكري. من اللي سبب هذا القضايف لهنا ولا؟ الحوثة. ما معهمش مشروع وطني يقوموا به، هم أتوا إلى تدمير البنية التحتية وتدمير أبناء تعز عامة. إذا كانوا أتوا في السلم فكانوا على أساس أنهم بيقوا في السلم، وكانوا عبر الانتخابات وعبر يعني على الطريق السلسة، لكنهم أتوا عبر البندقية ولم يأتوا عبر الحوار. يكفي يعني سفك الدماء، يكفي حروب، يكفي شتات، يكفي نزوح، يعني لازم الحياة ترجع زي ما كانت، نكونوا متأخين. بهذه الأعمال والمجازر الوحشية في منطقة بير باشا أدخلت ميليشيا صالح والحوثي الحزن على كل بيت وورثت الوجع في كل قلب. رحل الكثيرون بأبدان مجزأة فيما المصابون لا زالوا يحاولون العيش بما تبقى من أجسادهم. وقعت القذيفة وأنا في الحوش. في بعد ما قال القذيفة ما دريت شو بشو. بس بعدين خرج ابن عمي دخل وكانوا يحسبوا القذيفة خارج. ابن عمي دخل شوف الدخان خرج من نص البيت. وصيح لعمامي والعيال اللي خارج القذيفة جاء بالبيت. يدخلوا وشافونا بالبيت. أنا صوبته باليد والعين في شظايا بالرأس. أنا يعني بس شظايا يعني قالوا ما يقدروش يمسكوها. حتى اللي بالعين قالوا ما يقدروش يمسكوها. يعني يخلوها يا أما يخلوها بنفسها يقول لك يعني مخاطرة. اللي بالرأس قالوا يعني مش إنهم خطيرات. لقاوا شي خرجوها خطيرة. يعني يخلوها محسن يعني يخلوها محسن من اللي ما يبعدوها. وأنا عادين موصل رأسي الشظايا. العين هذه منتهي والعين هذه وصل شظايا. بعدين تم سفروا بي تركيا طالبنا بسفرة سفروا بي بعدين لا تركيا. رحنا ورجعنا زي ما رحنا رجعنا ولا حصل ولا استفدنا بحاجة. أبو بكر محمد النهاري الآن هو في حالة مأساة. بترت يده اليمنى الآن حينما يدرس في مدرسة الرشاد لا يستطيع الكتابة ولكنه يعجز عندما يرى أصحابه يقوم يبكي. يعني راحوا علي زملاء كثير يعني زملاء يعني جيران أصحابي اللي كنا نجلس نحن بالحارة يعني تجي قذيفة يموتوا بوقت آمنين نحن العاب وهذا تجي القذيفة تشوف صاحبك قدامك ميت. كيف يكون الشعور هذا الوقت؟ يعني أنا أتمنى إنه توقف الحرب نرجع زي ما كنا من قبل نرجع زي ما كنا من قبل عايشين تمام. لم تقف حكاية مرور ميليشيا الانقلاب في منطقة بير باشا عند هذا الحد وحسب،
فهي من أكثر المناطق التي مورست فيها الانتهاكات الجسيمة والمجازر المروعة، وتفاصيل تتبعها يحتاج إلى أكثر من فصل من فصول العرض، وهذا ما سنسعى لتتبعه لاحقاً.